انتم شايفين انتم مستغربين طبعا، اللي حضروا الفيديو اللي قبل للاخر ما راح يستغربوا لانهم كانوا عارفين ان راح ننزل هذا النزال بين البي بليد. فاذا انت ما بتحضر فيديوهاتي للاخر ما بتعرف مثلا مرات بحكي معلومات حصريه فاحضروا للاخر فبس. ويلا نبدا. طبعا هذا النزال راح يكون له 5 نقاط او يعني هيك قصير كثير. عن البي بليد يعني معروف انه قوي كثير، فانا بجوز يعني اتاخر شوي عشان اطلق المقبض الثاني لانه معانا بس مقبض واحد بي بليد. شوف الصوت. يعني هو راح يكون ضربات قوية بس ما راح يوقف بسرعة زي بي بتل لأنه حديد كثير فبيدور أكثر. أوه 1-0 لليث الضاري، والله مش متعود على الليث الضاري. ويلا ضربي قوي. يلا 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 مين فائز؟ اوه 2-0 لليث الضاري. طبعا عادي يا جماعه لو تاخرنا شوي بس لانه البي بليد ما في غير مقبض واحد للاسف، وكمان يعني عادي لانه البي بليد قوي كثير مش زي بي بتل بوقف بسرعه. والله يا جماعة البي بليد بيدور يعني انه بدور لفترة طويلة، هو راح يكون فيديو قصير بحس انه راح يطلع طويل بعرفش ليش، انا بدي اياه يعني هيك 4 دقائق بس. طبعا يا جماعة النزال مش كثير عادل لانه الحلبة اصلا مجوفة، بس لو انها مجوفة راح تشوفوا قوة البلابل طب الحقيقية. ف3-0 لليث الضاري، الثور خلص يعني راحت قوته. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين الليث بقطاعه كلها الأصلية. الثور مش مطاط، يعني أول إشي البرغي تبعه مش أصلي، ثاني إشي القاعدة حديد مش بلاستيك، وما في هون إله لا مش مطاط طبعا، وما إله القرنين اللي بيكونوا هون حتى إنه يساعد في القدرة على الاحتمال. انطلاق. يلا أوه أعطوه ضربة قوية خلاه ينط. والله يا عمي يعني نزلات البي بليد أقوى بكثير من نزلات البي باتل بأضعاف مضاعفة، بس البي بتل بيكون حماسي لانه في بيس ما بتعرفش متى بيجي بيس. النتيجة يا جماعة 3-0 بس هسه رح تصير 4-0 4-0 يا جماعة. والله ماني عارف يعني صراحة الليث قدرة على الاحتمال كمان قاعدته مدورة حتى بهيك مقوسة فهي تقدر على الاحتمال. طب خلينا نجرب اللهيب ضد الثور العنيد او الليث الضاري. ليث الضاري فاز يعني هون النزالات البي بليد مش حماسيه كثير، فيلا النازل الليث الضاري ضد اللهيب المستعر. 3-3 هو اكيد النزال مش عادل بس عادل نشوف الحماس، وكمان نطلق السيف القاطع. ويلا نطلق السيف القاطع. 3-2-1 انطلاق. وكمان نطلق الثور العنيد. يلا نبين مين فايز عن بي بليد لأن البي بتل بوقف أكثر. شوفوا الفرق بين حجم البي بليد انهي الميزان بين حجم البي بليد والبي بتل. شوفوا الفرق، شوفوا الفرق بالطول يعني طبعا. لو عملنا هيك الحديدة تضرب بالحديدة، الحديدة بالحديد مش بالبلاستيك هيك.
فبس هيك بنكون وصلنا لنهايه المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسيه القادمه والنزالات الخرافيه اللي بزيده. وبس كان معكم عبود من قناه عبد الرحمن يوسف، ومع السلامه. اسرع اسرع بيبليدر من اي نزل فيديو. Oh.